هذه القصة عن واحد اسمه الأمير علي في حمص في سوريا، ولكن الوظيفة ما بتزين صاحبها. الموظف في أي عمل كان إذا عمل شريف مع شعبه وفي بلده هو زينة الوظيفة وشرف للوظيفة. أمير علي كان حكمه ماشي على الفقراء في المنطقة، الأغنياء ولاة الأغنياء لا عليهم حفر خنادق ولا واحد ولا عليهم خدمة علم ولا واحد منهم في السجون. أجا بنت سمى البنت نوف، لكن نوف طلعت على جانب من العظيم من الجمال. صاروا الفوارس يتطلبوها من مكان إلى مكان. أبوها قال لها يا نوف، قالت نعم يا أبا. قال لها أنو بتختاري من هالفوارس اللي طلبوك يا نوف؟ قالت له يابا أنت من وقت ايش عندك دين تمنك تشاور لسا؟ لا يابا يا نوف أنا ما عنديش دين، أنا الله حكمني على أركاب العباد في هالمنطقة. قالت له يابا العباد اللي أنت حاكمهم مش مؤمنين، لو صالحين أبضلش على كرسيك 24 ساعة. ولكن أنا باخذ اللي برفع راسك في مشارق الأرض ومغاربها. قالوا لي بدي يرفع راسي يا نوف، قالت محمد الملحم. محمد الملحم أساسا من عائلة ملحم من حلحول، جلوا في تركيا وسكنوا في حمص. قال يابا هذا محمد الملحم زلمه طيب صحيح، لكن يابا بيقولوا عنه فقير. قالت له يابا هو فقر المال عيب على الرجال. الفقير يابا اللي محسوب في دفتر الفقراء اللي بيطعم ولادته على ظلم عباد الله. لا اله الا الله. والفقير يابا اللي بيظلم شعبه. والفقير اللي بيستجريش يطلع من داره وبره من المغرب وطالع من الخوف من الشعب. أبوها وافق ودور محمد ملحم أخذ نوف. قال له يا نوف، قالت له نعم. قال لها أنا مش بدي أفتخر باسم أبوك، لا والله، لأن أبوك ظالم على شعبه وأنا الله خلقني من حزب الفقراء، بعاير في أبوك إني أنا فقير مجد، ولكن أنت عرفتيني يا نوف، وحياتك لو أبوك بعطيني أمواله وأموال المنطقة اللي حاكم عليها ما بدلهن في نص شعبيتي أنا، شو بدي في المال إذا شعبي بكرهني؟ ولكن أجا ولد منها صار عمره 7 سنين سماه كاظم. قال لها يا نوف أنا شايف هالشعب مظلوم مع أبوك يا نوف، ولكن إن الله طول عمري وخلتني المنايا والتكاثير بدي أعمل انقلاب على حكم أبوك وخلص هالفقراء من نير هالاستعمار. راح الخبر لأبوها، أبوها أمر الأمن العام والجيش، ألقوا القبض على محمد ملحم، أمر عليه ووقع عليه بالشنك بدون محاكمة وبدون إفادة وبدون محامي الدفاع.
ولكن أجلوا إعدامه لرابع يوم عيد الله الأضحى. نوف أخذت ابنها على دار أبوها. قالت له يابا، قال لها مالك يا نوف؟ قالت له يابا الليلة الشيعة، قال لها ليلة عيد يابا. قالت له يابا هذه أيام الأعياد مقدرة، إذا عند يهود أو عند مسيحيين أو عند أسلام، كل طائفة إلها كتاب. ولكن أنا جايتك أنا وهالطفل يابا ليلة العيد، أتخليش ابني يربى يتيم في هالمنطقة وتشنقش جوزي بدون حق يابا. عادات الدول إذا جوزي مواطن مش صالح انفيع ثاني دولة واحنا بنلحقه. قال لها لا يمكن يا نوف إلا جوزك رابع يوم عيد الله يتعلق في الحبل قدام عشرات الألوف من الشعب. نوف طلعت من دار أبوها دمعتها جرعتها. قالت لابنها اسمع يا عقاب، اللي جدك بده يشنك أبوك يما بدون حق، ولكن والله يا عقاب إذا خلتك المنايا والتكاذير والله طول عمرك يما، وما خلتنيش أملغس إيدي من دمه لقطع اللي رضعت منهن وارميهن للجعاريات اللي في الشوارع. رابع يوم العيد قدم محمد ملحم على خشب المشنقة. وفي أي دولة من الدول إذا الواحد بده ينشنك قبل ما يتعلق في الحبل لازم يطلب طلب من الدولة. قالوا له اطلب يا ملحم قبل شنكك. قال لهم بطلب أربع مطالب من الدولة. الطلب الأول جيبوا نوف خليها تقابلني قدام الجماهير. الطلب الثاني خلي نوف تجيب ابنها اللي ماليش غير الله وهو من شان يشوفني معلق في الحبل بدون حق. الطلب الثالث خلي نوف تجيب فرسي اللي سيطه طالع بين فوارس سوريا. الطلب الرابع خلي واحد كاتب يا كيف بحد على خشب هالمشنقة من شان أبعث هالقصيدة قدام الجماهير لنوف اضبها لبينما يكبر ابنها. فعلا جابوا له الأربع مطالب. والخيل الأصايل كن لما يفقدن أصحابهم يصمن عن الأكل ويبكين مثل النساء، وأكثرهن كن يقدمن على الانتحار. على خشب المشنقة راح يقول صلوا على جمال محمدكم الرسول. محمد الملحم قصيدي يا نار بالقلب زادت لها به. Thank you.
بعلم يا ابوي ايش صاير، ولا بعلم يا ابوي ما الاسبابي. طبعا اللي على شمالي الشعر الثاني الاخ جهاد ابو موسى. حيهم حيهم. دير بالك يا ابو يستمع الله يحييكم. هذه حفلة مراد. قال ما كنت اعلم يا ابوي ايش صاير، ولا بعلم يا ابوي ماذا اسبابي. اعدائي علقوا الحبل سريعا، شنقي والعذاب. ويوم شنقنا الله أكبر، صبوا للسم في كاس الشراب. لا
تنسى يوم انا فكي ضعنك على رقا تشبه الريح الهبابي يا زرقا وين خيالك غديت هي جرى دمعك على خدك سكابي
أما نوف انشنق جوزها المغربية، تصيرت على قبر جوزها وقصت جدايلها وحطتهم في نص اللحد وأقسمت اليمين ما وعد بطول جدايلها من الأرض من القبر إلا ابنها إذا خلت المنايا والتكادير. صار أبوها يودينا في مراسيل في أيام الأعياد تزورها. قالت لهم لا يمكن أحط يدي في يده اللي شنق جوزي وخلاني بلا جدايل وربى ابني يتيم وخلاني ألبس أسود بين نسوان الفوارس. نوف كبر ابنها وتعشلك سروج الخيل. قال يما، قالت بمالك يا عقاب؟ قال يما بشوفك بلا جدايل من دون هالنساء ولابسة أسود من دون نسوان هالأمراء والفوارس. قالت له اركب مؤرتك يما يا عقاب تنزور قبر أبوك وعلى نصيبة القبر بقول لك ليش أنا بلا جدايل. حول عند قبر ابوه، قالت له احفر في نص اللحد بديك يمه. طال جدايلها، قالت له لفن على كربوش الفرس. قعدوا عن صيبة القبر، راحت نوف تقول لابنها هذا الكلام، صلوا على محمدكم بدر التمام. دمي عوم نادى يا بويا
نحط في الجبيه. قالت لي عقاب ريتني جبت مثلك توم، وفي الدار يبقى ونشامه النفس بالطيبه. شهامة وكرم مع مرجلي وهيبي، يا ريا الطير السلام يجي علينا يحوم، وتغني يا ابو سليمان باحلى ترتيبي.